مع نهاية 2022 اختتمت قوافل ستر وعافية نشاطها لهذا العام في سوهاج مرة أخرى، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتستقبل قرية أم دوم بمركز طما بالمحافظة قافلة ستر وعافية رقم 16 بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف، وينظمها نحو 2500 متطوع، والتي تستهدف خدمة أكثر من 10,000 مستفيد. مركز البليانة وقرية أولاد علو هي اللي استضافت التجربة الأولى لينا كتحالف وطني بكل جمعيات المشاركة في قوافل ستر وعافية رقم 1. فكان الختام بتاع قوافل ستر وعافية لسنة 22 واللي نبدأ بيه رحلة القوافل الجديدة لسنة 23، فكانش فيه أحسن من مدينة سوهاج بلد المواويل إن إحنا نكون موجودين معاهم النهاردة فيها النهاردة. الأهم من كده كمان إن إحنا كنا أطلقنا إن شهر ديسمبر هيكون شهر المتطوعين وشهر العمل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فكان النهاردة معظم الأنشطة الأساسية الخاصة بينا ركزنا فيها على كارت الخدمات المتكاملة الخاصة لذوي الهمم. جايبين النهاردة بفضل الله تعالى بطاطين من أجود الأنواع بفضل الله تعالى، وإن شاء الله وزعنا النهاردة ومكملين لحد آخر الأسبوع بإذن الله. نحن بنقدم معرض ملابس للمحتاجين عشان دخلة الشتاء، عندنا بطاطين برضو عشان الشتاء، وعندنا مواد غذائية موجودة معنا. دورنا الأساسي وهو توعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، غير أنه هي بتعمل علاج مجاني للمرض، كمان بنهتم أن احنا نلف كل المحافظات عشان نقدم التوعية. جايين في الطبي بدكاترة بطنة أطفال أنف وأذن، وعملين صيدلية مدنية وأي تحويل لعمليات مجانا عندنا في القاهرة. النهاردة بمتطوعينا اللي بيمثلوا 200 متطوع متطوعة من مؤسسة صناع الخير متواجدين داخل القافلة ومشاركين النهاردة بغرفة قدم سكري، ودي بتقدم خدمات لأهالينا من مرضى السكر من تقديم غيارات، وكمان بنساهم في توفير العلاج لمرضى القدم السكري حتى يتم شفائهم. بنشارك بعربيات رأي مصر اللي هي العيادات المتنقلة، احنا عندنا 22 عيادة متنقلة منتشرة في 18 محافظة. لما ننزل مع التحالف بنحاول نوفر خدمة طبية مميزة لأهالينا في القوافل الطبية. وكالعادة القافلة تشمل جميع الخدمات وفق احتياجات المواطنين من قافلة طبية تحتوي على تخصصات عدة، ويتم الكشف والمتابعة بها بالمجان، بالإضافة إلى جزء خاص بالأجهزة التعويضية، كما شملت الأنشطة والفعاليات توزيع مواد غذائية ومعرض ملابس وكرنفال للأطفال وندوات توعوية وتمكين اقتصادي. القافلة دي بتساهم إسهام كبير في مساعدة الناس، وبتدي الناس تعالج الناس بالمجان، وبتدي بتوزع بطاطين وتوزع حاجات للناس. شامل الكل يعني نظر وصدر وما شاء الله عليه، يعني مشروع 100% يعني كنا فين وبقينا فين. حاجة مفيدة لأهل البلد اللي هو مش قادر يكشف برا، فهتبقى حاجة مفيدة ليه هو وفي علاج يعني وحاجة كويسة ليه. حلم من الأحلام اللي كنا بنحلم بيه أنه الطب يوصل للناس. استلمت كرتونة وربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة. حدا كويس يعني في البلد وقالت شكر لكم. نشكر التحالف الوطني، أتمنى يقرروها تاني وتاني، وربنا يبارك في السيسي ويخليني له ويبارك فيه. قطار التحالف الوطني وصل محطته الأخيرة هذا العام ليستكمل مسيرته مع بدء العام الجديد من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بجميع محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.